ازيكم حبايب قلب جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نقول كده اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تمام، خزين رمضان وصل. ايوه خزين رمضان وصل. هديكم النهارده افكار كتير جدا وهقول لكم كل الاسعار. تمام، اللي حابب يشتري من اول رجب كده قبل ما الناس تستغل الظروف وبتغلي وبتعمل حاجات عجيبه كده، هو كده كده اوريدي في حاجات عليت. وعايزه اقول لكم كمان منين المكان اللي انا اشتريت منه كل حاجه، وحط بقى لايك كتير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. جايبه لكم اسعار لوز العنب، اسعار تحفه حلوه قوي. يلا بقى نروح مع بعض نشوف جبنا ايه وكل حاجه. والنهارده الابهار غير عادي، وكل سنه وانتم طيبين، ولهم بلغنا رمضان. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي مع بعض كده واحدة واحدة. طبعا الحاجات دي كلها انا اشتريتها من السوق، ما اشتريتش من هايبر. تمام، لان انا بصراحة كاعتقادي انا بحبش اشتري من هايبر، لان الناس دي بتكون معاها فلوس كتير، انما الناس اللي فاتحة الدكاكين دي هي اللي بتكون محتاجة رزق يوم بيومه. فانا اما ادفع فلوسي وتبقى على نقاوة عيني بدل ما اخد عروض وتكون مدة الصلاحية بتاعتها قربت تنتهي، لا انا كده تمام. مش عايزة بس اطول عليكم، بس حبيت اقول لكم المعلومة دي، يعني لو حد يعني عايز تستفيد من الكلام اللي انا بقوله. طيب نبتدي الاول حاجه، اهم حاجه الزيت. انا جبت 4 ازايز زيت، وبعد كده هجيب ازازتين كمان. انا بحب استعمل دايما الزيت النظيف، ما بحبش الزيت الغامق. طيب انا جبت اللي هو دوار الشمس ده، جبته لتر كامل مش لتر الا ربع، دي عامله 29 جنيه من السوق. تمام، جبت 4 ازايز طبعا بنستعملها كتير جدا. جبت دي اللي هي يعني 800 جرام، تمام هي 700 وحاجه بس هي على الميزان 800 جرام. دي الواحده عامله 20 جنيه، جبت علبتين ينفعوني جدا. انا بحب احط مع الصلصه مع الطماطم صلصه تديني لون وطعم، وكمان لما باجي اعمل حاجات في الفرن ببقى عايزه اديها وش، فباخد معلقه الصلصه دي. فالصلصه دي انا مجرباها قبل كده فعجبتني جدا. العلبه دي صاج مش بلاستيك، دي عامله 20 جنيه. 5 اكياس ملح، الكيس ب2 جنيه، ده كيس كبير. تمام، يبقى عندي بقى الحاجة بتاعتي كلها الخزين كده مرة واحدة. جبت طبعا فول تدميس اهو عشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين. عادي هاتي الحاجة من دلوقتي مش هيحصلها اي حاجة، تمام متقلقيش خالص. جبت كل نص كيلو لوحده، الكيلو ب20 يعني النص ب10 صح كده، اه يبقوا دول كده ب30. طيب جبت معاهم ايه كمان؟ جبت معاهم بس عايزة كده الحاجات اللي انا ايه، بصوا البقوليات كلها خليني اوريها لكم. جبت العدس ابو جبه، تمام عشان برضو ممكن ان انا اعمل يوم كشري، نص ب10 تمام، الكيلو ب20 بس عشان انا مش حافظه الاسعار فبجيب الورقه عشان اراجع. الفاصوليا البيضه واللوبيا اي حاجه الكيلو ب24، انا جبت ربع ب6 فاصوليا بيضه، وجبت ربعين لوبيا كل ربع ب6 تمام، يعني النص ده كده ب12 وده الربع ده ب6. طيب جبت ايه كمان يا جيجي؟ بصوا كده معايا، بصوا جبت عدس اصفر، برضو العدس الاصفر ب24 زيه زي الحاجات دي ب24، الربع ب6، جبت ربع عشان احط منه على الفول. تمام، ولو مره عايزه اعمل شويه شوربه عدس كده حبه صغيرين كده في رمضان. جبت القمح، جبت ربع عشان برضو بحط منه على الفول من الكلفه بتاعه الفول. ولو عايزه في السحور انا بديكوا افكار، تمام يعني لو عايزه تزودي في العدس زودي عشان تعملي يوم شوربه عدس جنب الاكل، يبقى شوربه بس كنوع من انواع الشوربه. لو عايزه تزودي في القمح وتعملي سحور بليله، تمام تعملي بليله للسحور تبقى حلوه قوي. انا جبت الربع ده علشان خاطر الايه، الفول، ماشي عشان لما اجي ازود منه على الفول. الربع ب2 جنيه ونص، الكيلو ب10 جنيه، دي اسمها غله تمام او اسمه قمح، ماشي ده ربع بس ب2 ونص. جبت حمص الشام، ليه حمص الشام يا جيجي؟ بصي يا ستي لو عملت كشري هطلع منه، ما عملتش كشري انا بحب اعمل سلطه الطحينه بالحمص، دي برده بتبقى من السلطات الحلوه قوي وبتبقى جميله. وساعات كمان لما باجي اعمل مكرونه بحط عليها حمص بتبقى رهيبه، بتبقى حلوه قوي. انا جبت ربع، الربع ب8 ده الكبير، جبت ربع ب8 جنيه. الفول المدشوش برضو بجيبه علشان الكلفة بتاعة الفول، تمام يبقى كلفة الفول معانا متكونة من ايه وايه متكونة. انا اقول لكم الاول سعره ده، ده ربع ب5 الكيلو ب20، متكونة من قمح وفول مدشوش والفول طبعا والعدس الاصفر وشوية رز صغيرين، دي الكلفة اللي بتكون بتاعت الفول، ماشي فول التدميس. طبعا نسبة وتناسب هبقى اعمل لكم فيديو عملي. جبت ده حمص طبيخ عشان بحب احط منه على السبانخ، طبعا انا مفرزة سبانخ. جبت ده تمن، تمن كيلو، التمن ب2 جنيه ونص، يعني النص الربع ب5 يعني الكيلو ب20 تمام، ده تمن بس
جبت تمن بس، جبت ايه كمان، جبت ربع فول صويا، علشان فول الصويا انا بحتاجه في ايه، بحتاجه لما اجي اعمل البرجر، هعمل معاكم برجر الفراخ وبرجر اللحمه في البيت من تفريزات رمضان الحلوه قوي قوي، اللي يوم لو عايزين نعمل سندوتشات وهيوفر معانا برضو في الميزانيه وتغيير. طيب التمن ده، ده ربع قصدي، الربع ده بكام؟ ده عامل 8 جنيه، 8 جنيه ربع فول صويا. جبت ربع برغل علشان اعمل لكم كفته، هعمل كفته الحاتي معاكم ان شاء الله باذن الله برضو من تجهيزات رمضان، جبت ربع بس. وكمان عشان نعمل الكبيبه، فدي هقسمها الاثنين، هيبقى تمن وتمن، هقسمها الاثنين عشان اعمل لكم الكبيبه ونعمل كمان من تفريزات رمضان. دي زي ما قلت لكم ب 8، وده الربع ب 3 جنيه، الكيلو ب 12 جنيه. جبت رده، انتوا بقى هتاخدوا كل الحاجات اللي انا جايباها دي علشان تجمعوا كده وتكتبوا بقى ورايا كده في ايه، في ورقه، تمام؟ نكتب بقى كده ورايا كده، تكتبوا بقى في ورقه الحاجات اللي انتوا عايزين تجيبوها، رد عشان لما اشوي سمك، الرد عشان الكبده، الرده بتنفعني في حاجات كتير قوي يعني لا استغنى عنها في البيت. جبت نص كيلو من الرده بس تحطيها في التلاجة عشان ما تسوتش، ما تسوسش معاكي لو الجو حرر. الكيلو ب 8، جبت نص كيلو ب 4 جنيه، تمام. جبت رز هندي، رز بسمتي هندي، قلت اجربه المره دي، ده انا اول مره اجيب منه، ده الكيلو ب 30، جبت نص كيلو ب 15، تمام. جبت كيس فريك، الفريك عشان اعمل شوربه الفريك، وعشان كمان لو هحشي حمام، هحشي حمام كداب، هحشي فراخ حشو صغيره. بصوا انا عماله بديكوا افكار للفريك ده بنستخدمه في ايه وفي ايه وفي ايه. الفريك طبعا شوربة الفريك رهيبة وحلوة جدا وخفيفة كمان على المعدة. الكيس ده، كيس الضحى ده انا بجيبه دايما حاجة كده بسم الله ما شاء الله متنقي بالواحدة، الكيس ده عامل 19 جنيه، ما بحبش اجيبه سايب، انا دايما بجيب ده بالذات بجيبه كيس عشان الزلطة لو جت تحت البق هتبهدل الدنيا، تمام. الكيس ده ب 19 جنيه. جبت ايه كمان يا جيجي؟ اهم حاجة مفيش استغناء ابدا ابدا عن ايه، عن النشا، تمام. النشا اهو، جبت نص كيلو من النشا، هنستعمله في القمر الدين، هنستعمل في رز بلبن، هنستعمل في كشك، هنستعمله في حاجات كتير قوي، النشا مهم جدا. الكيلو عامل 14 جنيه، النص عامل 7 جنيه، تمام، النص ب 7. جبت لسان عصفور حوا، انا ما بحبش غير لسان عصفور حوا، جبتش اي حاجه سايب، ده استحاله بيفرش، ده الوحيد اللي ما بيفرش معايا، بحبه جدا جدا عن تجربه، ولا ملكه بتعجبني ولا اي حاجه، هو ده بس اللي بيعجبني. جبت 3 اكياس، هما الثلاثه بس يكفوني كده رمضان عشان الشرب. الكيس ب 6، جبت 3 اكياس. بقيه المكرونات انا جايباها سايبه، هوريكم دلوقتي المكرونات اللي انا جايباها. بصي يا ستي، انا جبت مكرونه صغيره، طبعا انت هاتي بقى المكرونه اللي تعجبك، انا عندي بيحبوا المكرونه الصغيره، بتبقى سهله كده معاهم في البلع. اي كيلو مكرونه سايب بكام؟ ب 9 جنيه. انا جبت كل كيس نص كيلو على قد المره. بصوا عايزه اوريكم لون المكرونه حلوه قوي، ما فيهاش كسر، ما فيهاش اي حاجه، احسن من الكيس، الكيس بيبقى 400 ومش 400، تمام. ده لو جبتيه 400 زي ده ماشي، هيبقى اقل من كده كمان. فده نص كيلو صافي، نوع المكرونه حلو، انا بجرب ده على طول ما بيفرش معايا، حاجه انا جايباها على نقاوه عيني بدل الاكياس والحاجات دي. في حاجات انا بحب اجيبها اكياس، وفي حاجات بفضل ان انا اجيبها وبتكون اوفر معايا. يعني النص كيلو هيبقى عامل معايا كام؟ 4 جنيه ونص. ده هنا اهو ال 400 جرام هيبقوا عاملين معايا في كيس المكرونه، هيبقوا عاملين معايا 6 جنيه، وساعات كمان في ناس بتبيعه ب 6 ونص، انا جايباه ب 6، بس في ناس بتبيع ب 6 ونص مكرونه حوا. هنقول ب 6، ب 6 جنيه و400 جرام، ومش 400 جرام كمان لو حطيتيهم على الميزان. طب ما ده نص كيلو كامل، والنوع المكرونه حلو، ده رايي انا، بديكوا رايي. طبعا جبت مكرونه اقلام عشان المكرونه البشاميل، لا غنى عن المكرونه البشاميل. جبت برده 3 انصاص اهو، تمام. وكمان بعمل المكرونه الفرن بتاعت الطاجن بعملها بمكرونه الاقلام، فدي كده افكار، انا بديكوا افكار. طيب جبت ايه كمان؟ جبت طبعا شعريه، بجيب الشعريه السايبه ما فيهاش مشكله خالص، مش هتفرش معايا ولا حاجه. جبت 3 انصاص برده من الشعريه، برده سعر الشعريه 9 والمكرونه الاقلام 9، تمام. المكرونه الاسباجيتي سعرها الكيلو ب 10 جنيه، المكرونه الاسباجيتي ب 10 جنيه. المكرونه الشرايط برده بتتباع سايبه برده ب 10 جنيه، دي الشرايط اهي، انما دي الاسباجيتي. بصوا الاسباجيتي حاجه والشرايط حاجه، بس عشان تبقوا عارفين. بحب اجيب الشرايط عشان بعملها بالصوص الابيض، بتبقى حلوه قوي. جبت من دي نص اهو، جبت من دي كيلو اهو، نصين من الشرايط، جبت كيلو نصين، تمام. وجبت من الاسباجيتي نصين، الكيلو الاسباجيتي ب 10،
بس جبت الاسباجيتي التخينه وجبت الاسباجيتي الرفيعه. الرفيعه بحب اعملها في الشيبسي، ودي بتتاكل بالشوكه، بتبقى في الشيبسي ايه، في الكشري، في الكشري، ركزوا معايا، في الكشري الرفيعه، في الكشري. والتخينه دي بحب اعملها كده باللحمه المفرومه، ماشي؟ ركزوا معايا عشان شكلي انا اللي ههيس منكم. جبت كمان نص كيلو واحد بس من المكرونه الودع. ليه بقى؟ علشان لما باجي اعمل مكرونه بالجمبري، يعني دي بتبقى حلوه قوي مع الاكلات البحريه. دي برضو الودع ب 10، الودع ب 10، جبت نص ب 5 جنيه زيها زي الاسباجيتي. بس كده؟ لا لسه، استنوني. دقيق، ومهم جدا جدا الدقيق، هنحتاجه، هنعمل مثلا يوم بيتزا، تمام؟ بمناسبه البيتزا هقول لكم انا جبت ايه كمان عشان البيتزا. بصوا، هنعمل يوم بيتزا معجنات، ونعمل كده شويه فطاير، تمام، صغيره كده. بنحتاج الدقيق عشان البشاميل، عشان نعمل البشاميل. انا بحب، ما بشتريش المغلف ده، انا بحب اعمل بشاميل في البيت. كمان لما باجي اعمل الفراخ المقرمشه بحتاج فيها دقيق كتير. طبعا في كمان حلويات كتير جدا بنستعمل فيها في رمضان الدقيق، مش بس الاكل. فانت هتحتاجي الدقيق، انا جبت كده 4 كيلو، تمام، دقيق مهمين جدا. انا كمان هحب ازود دقيق عشان اشيل الكيلو ولا اتنين كده، عشان الكحك والبسكوت برضو يبقوا اتشالوا من عليا. انا بجيب كيلو دقيق سايب ب 9 جنيه، بجيب اللي هو 5 نجوم، بيبقى حلو قوي يعني، عشان كمان لما باجي اعمل معجنات. طيب جبت ايه كمان يا جيجي؟ حاجه بقى مهمه جدا. اول حاجه احنا جبنا الزيت، جبنا الرز، ادي الرز اهو، بجيب رز سايب نضيف جدا جدا، احسن، بصوا، من احسن حاجه انا جربتها في الشركات الضحى ده، تمام، او الضاحي ده، ده كان احلى منه، ده كان احلى منه. عايزه اقول لكم الرزايه مسكره وما بتفرش قوي يعني، ما بتعجنش، مفلفله حاجه كده، بسم الله ما شاء الله. جبت الكيلو ب 11، جبت قد ايه؟ جبت، انا جبت كل كيس نص، خليته يوزن لي كل كيس نص عشان ما يتبقاش في رمضان، ما اعملش الكيلو ويتبقى مني، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده بالواحده، ما فيهوش حاجه، متنقي زي ما انتم شايفين، ما فيهوش واحده كسر. الكيلو ب 10 ب 11، الكيلو ب 11 جنيه. جبت قد ايه؟ جبت 7 كيلو، جبت 7 كيلو نصاص، تمام؟ عشان كمان المحاشي والممبار والكلام ده كله، ف 7 كيلو يبقوا حلوين قوي. كمان عشان لو هتعملوا عزومات ولا حاجه، فالرز 7 يعني، انا كنت عايزه اكملهم 10 بس هم حلوين 7. كيلو ب 11، على فكره الرز ده هيغلى عشان تبقوا عارفين، تمام؟ طب 11 حلو، محدش يقول لي كده فهدي، كده حلو على الرزايه دي، لان انا بستعملها بقالي فتره وعجبتني جدا. طيب جبت ايه كمان يا جيجي؟ بص بقى يا ستي، ركز بقى في الحته دي، بصوا بقى جبنا ايه؟ جبت كيلو من البقسماط الناعم، وبتجيبوهوش من من اللي بيبيع الحاجات دي، اللي هو العطار او العلاف زي ما بتسموه يعني، ما تجيبهاش منه، لا تروحي الفرن الافرنج بتاعت العيش الفينو وتشتري منه، عشان بتاع البقوليات ده الراجل اللي بيبيع البقوليات ده بيبقى مخلطه عليه دقيق والكلام ده كله. بصي انا بجيبه من الفرن، ماشي؟ جبت كيلو، جبته بكام الكيلو؟ الكيلو ب 14 جنيه، ماشي؟ كيلو ب 14 جنيه. جبت كيلو، هخلط عليه ايه بقى؟ بصي بقى، جبت نص كيلو من الفيجيتار، ده الفيجيتار ده سايب بتاع الشركات، جبت نص كيلو، او تجيبي كيسين ثلاثة زي ما انت عايزة لو ما عندكيش السايب. النص كيلو بكام؟ نص كيلو بتاع الفيجيتار ب 7، ماشي؟ الكيلو ب 14. نص كيلو ب 7، وجبت كمان ده نص كيلو دقيق ذره، دقيق ذره اصفر، ده بيديني قرمشه للحاجه، ما تخليش الحاجه تشرب معاكي زيت. جبت نص ونص، ده نص فيجيتار، وده نص دقيق بسبوسه، نص دقيق نص قصدي دقيق ذره، دقيق ذره اللي بيعمل منه البسيسه، تمام؟ دقيق الذره عامل كام؟ دقيق الذره عامل تقريبا الكيلو ب 14 برده، النص ب 7 تقريبا، مش فاكره قوي. وجبت ده قد ايه؟ استنى اقول لكم، ربع كورن فليكس، ربع كورن فليكس ب 10 جنيه، الربع ب 10 يعني كيلو ب 40. ده انا هدقه وانعمه وهخلطه معاه، هيديني طبقه كده كريسبي. عملت بقى ايه بقى؟ ايه اللي انا عايزاه طبقته كريسبي كده وحلوه؟ لو انا هعمل بانيه هخليه ليه طبقه كريسبي تبقى حلوه، لو انا هعمل كوردن بلو ونعمل له برده الطبقه المقرمشه الحلوه دي، حاجات كتير قوي ممكن ان احنا نعملها لاولادنا مبتكره. ده هيدق هيبقوا حبه قد كده اهو، الربع ده هيرجعوا يبقوا حبه قد كده. هخلط ده مع ده مع ده مع ده، ومع عليهم 4 معالق من النشا، ومعلقتين كبار من الدقيق، وشويه بقى بهارات كده حلوه، يعني هننكش شويه بشويه بهارات، وهنقلب كل
ده كده اهو في حاجة واحدة، ونخليه علشان رمضان ده اللي هيبقى الكفر لأي حاجة بنعملها. تمام. جبت ايه ده؟ جبت كيلو من دقيق الرز، ده بيتباع سايب برضو او اكياس بتاع الشركات اللي تلاقيه. دقيق الرز ده عشان ايه؟ عشان هعمل منه رز، هعمل منه كفتة رز. تمام. لحمة وكفتة رز فراخ. ايوة كفتة رز فراخ. هبهركو، ما انا ما وريش حاجة غير ان انا ابهركو. هو انا بعمل حاجة غير الانبهار؟ بصوا الكيلو ده ب 15 جنيه، ده مطحون بدل ما تطحنيه في البيت، وبرضو يبقى خشن وكمان يبوظ عندك الخلاط. فده ب 15 جنيه. انا الحاجة اللي ما جبتهاش السكر، انا ما جبت السكر خالص، انا جبت زيت وجبت رز وما جبت السكر، وجبت دقيق وجبت مكرونات بس ما جبتش السكر. السكر معرفش السكر ب 12 وب 13 ليه، مش عارفة يعني هو عندكم كده برضو السكر؟ فانا قلت لأ ده كده غالي، لما اسال كده في كذا حته تاني واشوف، عشان انا بحتاج سكر كتير للحلويات والمشروبات في رمضان، فاشوف كده هجيب الباكيته بتاعت السكر بتاعتي منين. فده الاول، ده مش سكر ولا بودره ولا حاجه، دقيق، دقيق رز ماشي، دقيق رز مطحون. طيب جبت ايه كمان يا جيجي؟ جبت لقيت عرض للخل في السوق برضو بتاعنا اللي هو سوق السيده عيشه ماشي، لقيتهم بيبيعوا 5 ازايز من الخل اهي، 5 هم عشان محدش بس يقول ايه بفتكس او حاجة، 5 ازايز من الخل ب 10 جنيه، يعني الازازة ب 2 جنيه، او ب 2 جنيه والله العظيم. لما انزل اصور في السوق هبقى اصور لكم الراجل اللي انا جبت من عنده عرض الخل ده. اوكي، عرض الخل ال5 ازايز. انا بستعمل خل بالهبل، بغسل الحاجة بالخل وبنضف الحاجة بالخل، فانا بستعمل خل بالهبل يعني. فدول 5 ازايز ب 10 جنيه. تمام. جبتي ايه كمان يا جيجي؟ تعالى اوريكم. بصي بقى يا ستي، جبت كيلو طحينه سايبه، طبعا هنحتاج الطحينه، اكتبوا ورايا عشان والله العظيم الحاجات دي انتوا هتحتاجوها وهتعرفوا فعلا ان انتوا لما بتيجوا تكتبوا ورايا الحاجات دي هتفيدكم. جبت كيلو من الطحينه السايبه، كيلو الطحينه ب 40 جنيه، دي طحينه سمسم، كان في طحينه ب 35 بس سوداني، انا بحب الطحينه السمسم، دي عامله 40، ده كيلو. جبت كمان ربع كيلو من العسل الاسود، بحتاج العسل الاسود في التتبيلات. تمام. في التتبيلات، في تتبيلات بحب احط عليها العسل الاسود، بتديني طعم ولون حلو قوي قوي، تستها عالي قوي. جبت الاسعار، الربع ب 4 جنيه ماشي، ربع العسل الاسود ب 4 جنيه. جبت علبة مرقة الدجاج دي ب 6 جنيه. تمام. بس انا بحب مرقة الدجاج اللحمة، اللحمة بحبها جدا عن الفريخ. جبت بكو الشاي ده بس مش فاكره بقى بكام، مش عارفه بكام، هو 100 جرام ماشي. جبت بكو شاي، عبر هجيب واحد بقى فتله. جبت كمان ايه؟ جبت ايه يا جيجي؟ بصي يا ستي، بما ان احنا اتكلمنا عن البيتزا وقلت لكم انا جبت حاجه كمان للبيتزا، ايه بقى اللي انا جبته تاني للبيتزا؟ بصي يا ستي، جبت تونه علشان انا بحب اعمل البيتزا بالتونه. تمام. البيتزا بعملها بالتونه. جبت اللي هي سانشاين دي، دي عامله، دي المفتفته، المفتفته عامله، دي عامله 12 جنيه، المفتفته عامله 12 جنيه. دي كام جرام؟ دي كبيره مش صغيره، عايزه اوريكم بس كام جرام اهي، 185 جرام. تمام. كبيره 185 جرام. جبت اتنين، الواحده ب 12، المفتفته بدي قطع بقى، جبت القطع اهي، قطعه واحده كمان، القطعه الواحده عامله 22 جنيه. جبت اتنين اهم قطعة واحدة، انا بقلب ده على ده عشان امشي ده مع ده، بحط التونة مع القطع واقلبهم قبل ما احطهم على التونة على الـ على الـ على البيتزا بتاعتي. تمام. وانا جبت كمان الجبنة الموزاريلا، حطيتها في الفريزر اللي هي بتاعت رمضان، قلت لكم انا جبت جبنة موزاريلا الدلتا، لو عايزين احط لكم اللينك بفكروني في التعليقات وانا احط لكم اللينك. جبت دي قطع، دي جبتها الواحدة ب 14 جنيه. تمام. دي قطع، انما دي قطعة واحدة، انا قلت شكل يعني، دي ب 14. جبت الاثنين اهم، الواحده ب 14 مش الاثنين ماشي. فانا جبت التونه عشان يوم بحب اعمل بيتزا، هما ما بيحبوش غير بيتزا التونه بس، ما بيحبوش بقى اي حاجه ثانيه ولا بالسجق ولا باي حاجه، هما بيحبوها بالتونه، فعشان كده جبت بالتونه. تمام. جبت علبه العصير دي، هي ب 20 جنيه، فيها 20 ظرف والظرف بجنيه. تمام. فانا شكلتهم، جبت تفاح، جبت اناناس، وجبت خوخ، اناناس وخوخ كيس بجنيه، ده فروتي بس بيعمل لتر بس من غير سكر، ما فيهوش سكر، انت بتحطي السكر فيه، انا قلت اجيبه يعني يبقى موجود. ساعات هما بيحبوا يجيبوا بدل ما يشتروا من بره
يعملوا ازازه ولا حاجه يشربوها من ده، انما انا كده كده بعمل عصير طبيعيه تمام من التفريزات بتاعت الفاكهه، بس ساعات بيحبوا كده فجبت لهم دي كده في علبه كده على الماشي يعني. دي فيها 20 ظرف، بتعمل لتر بواحد بجنيه، ظرف بجنيه. جبت كمان دي علبه الكاتشب، جيركن كاتشب تمام، وزنه كيلو، ده عامل 20 جنيه ماشي، شركه طبعا معروفه اهي. وجبت جردل صغير كده بتاع مايونيز، ده برضو وزنه كيلو، ده عامل 25 جنيه مايونيز. اوكي، ده انا جربت ده قبل كده وجربت ده قبل كده، كانوا حلوين جدا وعجبوني. جبت كمان علبتين سمنه تمام، جبت سمنه اميره اهي، سمنه اميره عامله 54 جنيه، 54 جنيه وزنها 2 كيلو تمام. اميره طبعا انا بجربها بتبقى حلوه، انا عندي زبده بس بحب برده يبقى عندي سمنه في البيت. وجبت اللي هي جولدن ميكس دي، دي برده فيها خليط ما بين الزبده زيها زي الفرن، ما بين الزبده وما بين السمنه، دي 2 كيلو برده عامله عامله كام؟ دي عامله 64 جنيه، دي عامله 64 ودي عامله 54، دي 2 كيلو ودي 2 كيلو. كده خلاص خلصنا حاجة رمضان كلها وقلنا عليها، انما ده للبيت، البيت ده طبعا البيض ده مش هقعده رمضان، ده للبيت بس. قلت بما ان انا اشتريت حاجات واشتريت كرتونة بيض اقول لكم السعر بتاع البيضة النهاردة كام او الكرتونة بكام. كرتونة عاملة 55 جنيه يا جماعة تمام، كرتونة البيض النهاردة عاملة 55 جنيه، قلت افيدكم يعني. بس كده اهو، دي بقى كده كانت المشتريات بتاعتي النهاردة بتاعة رمضان. كل سنة وانتم طيبين وربنا كده يعود علينا الايام بخير يا رب العالمين، ويعني اللهم بلغنا رمضان. ويا رب كده اكون فدتكم النهارده بالفيديو، وبالله عليكم بقى اللي ما حطش لايك في اول الفيديو يحط لايك كتير علشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا من كل حاجه بالاسعار. وكان رايي يا رب ان انتوا يعني تحترموا رايي وان هو فعلا يفيدكم، ان انا شايفه الناس اللي في الهايبر دي مش مستحقيه ان احنا نروح نعبي العجل ده كله عشان رمضان وندخل لهم الفلوس دي كلها. في ناس في المحلات الصغيره مستنيه قوت عيالها، فان احنا ندي الناس دي، الناس دي مش بتشحت، الناس دي بتبقى موجوده في الدكاكين بتاعتها، نشتري الحاجه عندهم جوده عاليه، مش مخزنه، مش عليها عروض ومده صلاحيتها قربت تنتهي ولا الكلام ده كله. فده كان رايي، ويا رب كده تقولوا لي برده رايكم في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد وابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، ولسه الابهار مستمر وهبهركم يعني هبهركم حبايب قلبي جيجي. مع السلامه.